مصطفى الواتي، مشروع المراقبة عن بعد لمستويات الكلور في شبكة توزيع الماء. كيفاش جاتك الفكرة ديال هذا المشروع؟ كما كتعرفوا جميع لأن شركة ليدك كتدبر واحد المرفق حيوي في مدينة الدار البيضاء اللي هو تدبير وتوزيع الماء الصالح للشرب، وكما كنعرفوا على أن الشركة كتسهر على المحافظة على هذا المورد المائي الثمين من الضايع وعلى الجودة دياله. هذه الجودة هذه اللي لا بغينا نراقبوها ولا بغات الشركة أنها تراقبها، خصت لها واحد 184 نقطة مراقبة اللي كتوزع على جميع المناطق والأحياء ديال الدار البيضاء الكبرى. هذه المناطق والأحياء كيديبلاصاو ليهم فرق خاصة اللي دارتهم الشركة، وكيجيبوا واحد العينة وكيديوها للناس ديال اللابوراتوار باش ياناليزيوها ويعطيونا الجودة ديال هذا الماء. داكشي علاش الفريق ديالنا ارتأى على أنه يخفف على هذه ليزيكيب هادو الديبلاسمون اليومية ل 184 نقطة، وأيضا يخفف شوية من الازدحام اللي كاين في مدينة الدار البيضاء الكبرى، ولهذا جبنا واحد الفكرة وواحد الحل مبتكر اللي غادي تشوفوه معنا. قدم لنا هذا المشروع. المشروع ديالنا هو عبارة على واحد الكابتور اللي كنركبوه في لاكوندويت ديال الماء. هذا الكابتور هذا اللي كيعبر لنا النسبة ديال الكلور في الماء كل 5 ديال الدقائق، وكيصيفطها لنا لواحد لاباراي اللي كنسميوها الداتا لوغر. هذا الداتا لوغر اللي كيكون مرتبط مع هذا الكابتور هذا وكيسجل لنا وكيصيفط هاد لي دوني هادو لواحد الشبكه معلوماتيه اللي هي ذكيه. هذا الشيء كامل باش تكون عندنا واحد المراقبه مستمره و اون طون ريال للجوده ديال المياه اللي كنشربوا. هذا الحل المبتكر مكننا من تعزيز المنظومه اللي دارتها شركه ليدك باش تراقب الجوده ديال الماء الشروب في جميع انحاء الدار البيضاء الكبرى. اشنو هو التاثير الايجابي ديال هذا المشروع على الخدمات المقدمه للساكنه؟ اكيد كاين تاثير ايجابي لهذا المشروع هذا من ناحيه الجوده الخدمات اللي كتقدمها شركه ليدك، لان هذا المشروع غادي يمكننا من مراقبه مستمره واون طون ريال لجوده المياه الموزعه. هذا المشروع كيمكننا كذلك من اننا نقصوا من لي ديبلاسمون ديال ليزيكيب ديالنا. هذا الشيء كيعني على اننا غادي نقصوا من انبعاثات ديال ثنائي اكسيد الكربون، وغادي نساهموا ولو بشكل قليل من اننا نقصوا من الازدحام اللي كاين في مدينه الدار البيضاء الكبرى، وبهذا كنكونوا ساهمنا في تحسين اطار عيش المواطن البيضاوي. شكرا سي مصطفى الواتي على هذه المعلومات القيمه اللي قدمتي لينا. للتذكير، ليدك كتحرص باستمرار على جودة الماء الموزع في الدار البيضاء والمحمدية، انطلاقا من وصول الخزانات وفي شبكة توزيع وإلى غاية توصيله للسكان. فالماء كيكون مطابق لمتطلبات المعيار المغربي المعمول NM03-7001. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة بإذن الله.